LLBC كان طموحها LLBC كان طموحها التوجه إلى أكبر نسبة ممكنة من المشاهدين، لذلك فتحت الباب أمام أكبر عدد ممكن من التيارات السياسية، من الأحزاب، من السياسيين المتعددي الانتماءات لحتى يكونوا فيها. والدليل أنه نشرة الأخبار بالLBC تقريبا يعني موجهة للكل، البرامج السياسية بشكل عام، عم بقول بشكل عام، موجهة للكل. هلأ عم نعمل من وقت للتاني نوع من جداول مقارنة، شخصيات المعارضة قديش عم تطلع، شخصيات الموالاة قديش عم تطلع، لأنه أنا ما بحب استعمل تعبير الأكثرية والأقلية، أنا بعتقد إنه خلينا نشتغل موالاة وأكثرية ومعارضة، لأنه بلبنان لعبة الأرقام تطلع وبتنزل. خليني أقول إنه بالفترة الأخيرة نعمل نوع من تقييم إعادة جردة للمسؤولين عم بيطلعوا من المعارضة ومن الموالاة، تبين إنه مقبول الوضع لغاية هلا، رغم انه شوي الميزان طابش لمصلحة الموالاة. ميرسي على الجواب الصريح. ما تجلدني، عم بجلد حالي قبل. في محطة كمان بلبنان عندها مصداقية عالية هي نيو تي في، بدنا نعرف شو رأيك بتعددية الآراء. أنا أحترم كل وسيلة إعلام في لبنان، وأنا بعتقد أنه الإعلام في لبنان يجب أن يكون دائما الرأي العام إلى جانبه. في نوعية جمهور تتابع النيو تي في، وأنا من الأشخاص الأيام كتير بشوف بعض البرامج على النيو تي في. بعد بلشنا نعسك دكتور خوري، طيب غيرنا الأسئلة. وقت في ضيف، وقت في جمهور بينعس بيكون مشكلة، أو بالمحاور قلبه أو بالمحاور بقى. أنا شايف بس الدكتور خوري. لذلك أنا بحترم تلفزيون يو تي في، بحترم توجهاته، ويعني أنا مع تعدد الآراء بالإعلام بلبنان. تفضلي. بيطلع لنا مجال واحد بعدك بأول سؤال. أنت سبقت علينا أستاذ مارسيل وحكيت عن الأحد الأسود وحكيت عن مجلس وطن الإعلام. السؤال هو: ما هو الدور الذي لعبه الإعلام في تغطيته لأحداث الأحد الأسود، وكيف أثر ذلك على الرأي العام، وشو كان الدور اللي لعبه المجلس الوطني للإعلام خصوصا بما يخص هذه التغطية؟ ولاحظنا أنه مثلا تلفزيونات المنار والNBN ما غطوا اللي عم بيصير إلا لنشرة الأخبار. على الLBC طلع خبر عن قنبلة ما رجع تكذب مزبوط، طلع بعدين أنه لا، في التباس بهذه القضية. النيو تي في كانت عم بتبس يمكن انفعالات الطائفية اللي يمكن اللي كانت عم بتصير عند العالم، والفيوتشر كانت عم بتحلل سياسيا اللي كان عم بيصير. فشو رأيك؟ هذا كله راجع للانقسام السياسي الحاصل بالبلد، اللي له علاقة كمان بتوزيع وسائل الإعلام بشكل المذهبي والطائفي وعلى الموالاة والمعارضة. يعني أنا هون بدي أرجع إلى جذور المشكلة، عدا عن الموضوع السياسي العام بالبلد، في جذور العلاقة بالتوزيع تراخيص الإعلام في لبنان. كيف توزعت عأيام النفوذ السوري بالبلد؟ لمين نعطت؟ كيف نعطت؟ لأية أسباب نعطت؟ كيف توزعت طائفيا ومذهبيا؟ نفس الوضعية اليوم، هذا الموضوع عم بيعكس الأزمة بين 14 وبين 8. أنا بعتقد، خليني بلش من الأخير. المجلس الوطني للإعلام دوره معطل، دوره غايب، مش موجود، مش مسؤول، وأنا بعتقد مشلول، يعني مثل المؤسسات المشلولة بالبلد. أنا مع نسف المجلس الوطني للإعلام، إعادة مش تفجيره، مش بعملية استشهادية وانتحارية. أنا مع أنه يتم تغييره، وآلية اتخاذ القرارات بالمجلس الوطني للإعلام اللي هي قرارات استشارية تصير ملزمة، وطريقة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للإعلام تصير من خلال مجلس نواب، أنه ما يكون في كمان سلطة للسلطة التنفيذية بالتعيينات، لأنه مثل ما بنعرف في 5 بتعينوا الحكومة و5 بينتخبوا بالمجلس النواب. وقت 5 بتعينوا الحكومة حكمة بده يكون خاضعين
لتأثير السلطة التنفيذية. هيدا بالوضعية العامة. كيف بالوضعية العملية لهذا المجلس الوطني للإعلام اللي تشكل أثناء النفوذ السوري بالبلد أثناء الوصاية السورية على البلد؟ طيب وقت عنا كل هذه المؤسسات اللي عم تتجدد شيئا فشيئا، ليش مجلس الوطني للإعلام بده يكون عنده هذه الاستمرارية بعد؟ واحد. اثنين، ما حدا بيرد عليه المجلس الوطني للإعلام، لأنه اليوم معتبرين أنه هيدا مش موجود، هيدا أصلا ما له يعني شرعية قانونية أو دستورية أو حتى يعني عملية إلها علاقة بوضعية الإعلام، ما حدا عم يرد عليه. عمل اجتماع وطلب من وسائل الإعلام أنه يلتزموا المسؤولية، مين التزم؟ بدي أرجع تغطية أحداثنا الأحد الأسود. وسائل الإعلام اليوم عم تشتغل أغلبيتها مين بيسبق التاني بالخبر، مين بيعطي صورة قبل، مين بيغطي اغتيال أو انفجار أو حدث معين له علاقة بالناس قبل. ما في اعتبارات أيام لا للأمن القومي لا للمصلحة الوطنية العليا ولا لمشاعر الناس. لما بحكي عن مشاعر الناس بحكي عن النقل المباشر بيتعلق لما بيصير في انفجارات واغتيالات. أول شغلة بتعملها وسائل الإعلام تفرجينا، عفوا بعتذر على التعبير، أشلاء الشهداء المعترين الأبرياء اللي عم الطائرة. بيصير في تسابق كيف بدنا ننقل هذه الصورة قبل تيرة التلفزيون قبل الثاني. هلأ هذه مشكلة كمان العلاقة بالنقل المباشر اللي ما بنقدر نتحكم فيه إلا إذا عملنا سيستام الديلي، إنه ما يطلع على الهواء قبل 7-8 ثواني الشيء اللي بيأذي مشاعر أو شعور اللبنانيين أو المشاهدين بشكل عام. أخطأت الـ LBC أنا بعتقد بتغطية أحداث نهر الأحد الأسود ببعض الرسائل، صار في مبالغات ببعض الرسائل. نيو تي في أخطأت، بعض المراسلين كانوا موجودين على الأرض أنا بعتقد بالغوا بنقل الأمور، بالغوا بنقل بعض المشاعر الطائفية والمذهبية، ولكن هذا كله عم بيجي تحت عنوان السبق الصحفي. أنا ما بعتقد في نوايا مبيتة أو سوء نية عند وسائل الإعلام، لأنه هي بدها تشعل حرب أو بدها تشعل فتنة، في هم نقل الخبر، ومش بالضروري أنه يكون الموضوع له نفس مؤامرة وسائل الإعلام عم تتخطى من خلاله دور الإعلام إلى عملية حشد لفتنة طائفية أو مذهبية. ولكن بالوقت ذاته وين لازم يوقف الإعلام يومتها؟ شو بيعطي للناس؟ شو معيار يعني شو كمية الحقيقة لازم يعطيها للناس؟ قديش بيوقف وأمتى بيوقف؟ هون السؤال. أنا بعتقد أحداث الأحد الأسود مفروض تكون موضوع نقاش كتير كبير بوسائل الإعلام، مفروض ينعمل نوع من مساء شرف بين وسائل الإعلام، وأنا بتأمل أنه بالجامعات بنقاشاتكم نحن بوسائل إعلامية، ما بعرف دكتور أبو فاضل يمكن بعض الأساتذة الاختصاصيين بموضوع الإعلام، إذا بيتنظم نوع من سيمينارات نحن بنستفيد كيف بدنا ننظم هذا الموضوع لإله جانب أخلاقي، لإله جانب أمني، لإله جانب سياسي، لإله جانب إعلامي. مرسي أستاذ مرسال على الجواب الصريح، بس كمان حكيتنا عن LBC وحكيتنا عن النيو تي في بس ما خلصت. لا رح كمل، عم ناخد بريك عن بعض. حكيتنا عن أخطاء الـ LBC وحكيتنا عن أخطاء الـ New TV، بس بدنا نعرف كيف، ليه معقولة قناة مثل المنار والـ NBN اللي بنعرف قدي عندها تأثير على شريحة كبيرة من الشعب اللبناني ما تكون بسيت مباشرة هدول الأحداث للأخبار لأخبار الليلة؟ لا بعتقد الـ NBN نقلوا الوحيدين حطوا كومنت يمكن لأسباب تقنية، ولكن أنا بعتقد تلفزيون المنار في جزء منه كان قرار سياسي. إذا لاحظت تدرج تلفزيون المنار بالنقل هذا الموضوع، كلنا سوا توقفنا قدام هذا النقل. ما بعرف إذا حدا يمكن قريب من جو حزب الله أو من تلفزيون المنار في يعطينا رأيه بهذا الموضوع هلا. شو لقى؟ شباب بس مداخلة صغيرة لبار الجمهور هيدا للي بده يعطي رأيه فيكم تكتبوه، الصبايا هون عم بياخدوا على أوراق صغار سؤالاتكم ومداخلاتكم كمان؟ طيب